أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم مثل ما بتعرفوا معنا نبينا الغالي سامي ذيب. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلا وسهلا بكم جميع المشاهدين. أعذرني، عيني بتروح شمال يمين لأني بشتغل على 3 شاشات، فهنا المشكلة. تفضل ولا يهمك يلا نبينا. كمل كمل عزيز قلبي. طبعا مثل ما بيعرفوا اصدقائنا، اليوم موضوعنا هو مفهوم حد الردة في القرآن والإسلام عموما. فالمحاضرة معك نبينا، وخلينا نستفيد من الكنز اللي عندك، الكنز الثقافي طبعا. أوكي، أولا لازم نعرف إنه الشريعة الإسلامية عندها قواعد يعني متفق عليها في جميع مدارس الفقه إن كانت شيعية أو سنية، إنه إذا أنت حبيت تدخل في الإسلام تشجع على ذلك، تدفع الجزية، ممكن بعدين تتزوج 4 نسوان إذا حبيت، وعندك كمان فوائد أخرى ممكن اجتماعية ووظيفية وغيره من الفوائد. بينما إذا أنت ولدت مسلم يعني ما اخترتش الإسلام، أو إنك دخلت الإسلام لأنه فكرت إنه ديني كويس وبعدين أنت رأيت إنه غلط، أو أنت دخلت الإسلام لسبب معين مثلا مشان تتزوج واحدة مسلمة، فالشريعة الإسلامية ترفض الخروج من الإسلام مهما كان السبب لدخولك، إن كنت اخترت ولا ما اخترت، إن كنت اخترت ولا ما اخترت. هذا هو المبدأ الأساسي. فاللي يخرج عن الشريعة عن الإسلام يعتبر مرتد. ما معنى الردة؟ ما هو تعريف الردة؟ هناخذ التعريف اللي أبسط شيء، اللي أبسط شيء اللي جاء في مشروع الجامعة العربية اللي وافق عليه جميع وزراء العدل العرب، موجود حاليا على موقع الجامعة العربية. هو مختصر مفيد للفكر الإسلامي، لكن احنا هناخذ بالتعريف الآن. المرتد هو المسلم الراجع عن دين الإسلام ذكرا كان أم أنثى، بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة، أو سب الله أو رسله أو الدين الإسلامي، أو حرف القرآن عن قصد. هذه هي يعني هذا هو التعريف اللي أعطاه مجلس وزراء، يعني مجلس وزراء العدل العرب. لكن هناك تعريف آخر من الأزهر بيقول لك إنه الردة هو إنكار كل ما هو معلوم بالضرورة. إنكار كل ما هو معلوم بالضرورة، يعني إيه المعلوم بالضرورة؟ إنه معروف إنه لازم تصلي، بتقول الصلاة ما بدي أصلي لأن أنا بعتبر الصلاة مش واجبي. أنت أنكرت شيء معلوم بالضرورة فتعتبر مرتد. الصيام معروف أركان الإسلام، تقول لا أنا بعتبر إنه الصيام ده للقرن السابع ما بمشيش علي وما بمشي على حد، تنكر ركن الصيام. أنت أنكرت شيء معلوم بالضرورة، معلوم في الضرورة فتعتبر مرتد. نفس الشيء بالحج، نفس الشيء بالزكاة. وأنت تعرف أول حروب ردة، أول حروب ردة قامت بين المسلمين، قام بها المسلمون، هي الحروب اللي بعد وفاة النبي محمد. قامت قبائل قالت إحنا مش هندفع الزكاة، مش هندفع الزكاة. فأبو بكر شن حرب سنة كاملة ضد هذه القبائل حتى أرجعها بالقوة. فيعني تعريف الجامعة العربية هنعيده مش واضح،
بيقول لك المرتد هو المسلم الراجع عن دين الإسلام ذكرا كم كان أم أنثى، بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة أو سب الله. راجع عن دين الإسلام يعني شو؟ راجع عن دين الإسلام شو؟ راجع عن دين الإسلام مش واضح، مش واضح الأمر. طيب، في المذكرة الإيضاحية تاع مجلس وزراء العدل العرب لهذا المشروع بيقول بينت المادة على سبيل الحصر حالات رجوع المسلم ذكرا كان أم أنثى عن دين الإسلام، ومنها سب أحد الرسل دون تفريق بينهم. طيب، أوكي، وقول الرسول صلى الله عليه من بدأ فاقتلوه الحديث. على كل، هو ما أعطناش شرح تام ماذا هو يفهم بحد الردة مجلس وزراء العرب. بس أنت تخرج عن الإسلام تعتبر خارج عن الإسلام إذا أنكرت أحد أركانه، لأنه هي الأركان الخمسة، راجع عن دين الإسلام. أوكي، في مشروع، في قانون فعلا يطبق في، يعني موجود في قانون العقوبات الموريتاني، سبقا ذكرناه في حلقة أخرى، المادة 360، بيقول لك وكل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك أو أنكر ما علم من الدين ضرورة أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه وأنبيائه يحبس 3 أيام يستتاب أثناؤها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين. هنا التعريف أوضح، التعريف أوضح. طيب، وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا. وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد عنه وإعادة ماله إليه. وفي جميع الحالات التي يدرأ فيها الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. كل شخص يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا، يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا، يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة، ولا تقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الإطلاع على زندقته. يعني أنت بتخبي، بتقول أنا مسلم، لكن حقيقة الأمر أنت زنديق، مو 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 ما بتتبع الإسلام. فإذا عثر عليك حتى هنا يظهر إن ما بيعطوك، حتى بيعطوكش 3 أيام تفكير. أيوة، بعدين بكمل هنا شرح. كل مسلم مكلف امتنع عن إداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر بها وينتظر إلى آخر ركعة من الضروري، فإن تمادى في الامتناع قتل حدا، وإن كان منكرا وجوبا قتل كفرا، ولا يفعل في تجهيزه ودفنه ما يفعل في موتى المسلمين، يعني لا يدفن مع المسلمين، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، ولا تثبت هذه الجريمة إلا بالإقرار. يعني ايه؟ طب بيسوي فيه ايه؟ انت يا اخي جان، انت منكر الاسلام، مسكوك في موريتانيا، صلي يا جان. ما بدي اصلي. خلاص، ليه ما بدك تصلي؟ كسلان. لا، انا ما بآمن بالصلاة اصلا. خلاص، انت كافر، فمعناته تقتل. تقتل حيعملوا ايه بجثتك؟ ما بوضح، بقول مش حندفنك مثل المسلمين. طب حيدفنوه ازاي؟ حيدفنوه ازاي؟ نعم، بيطعموا الجثة للكلاب. هو
ابن عابدين بيقول لك انه يحفر ابن عابدين، ما بعرف ايه هو النظام، لانه هناك واحد الان في السجون الموريتانيه لانه استهزأ بالدين، فعايزين يحكموا عليه بالردة، مش معروف بالتمام الحاصله، حنشوف بعدين لا سمح الله انهم حكموا عليه بالاعدام هيعملوا فيه ايه. فابن عابدين بيقول انه يكفن بخرقة ويحفر له حفرة ويرمى فيها كالكلب. السلام. ابن عابدين، شفت سماحة الإسلام، شفت سماحة الإسلام. أوكي. محمود محمد طه لما توفى، لما شنكوا أخذت هليكوبتر وما أعرف شو، راحت في مكان مش معروف، حتى اليوم مش معروف فين دفن. يعني حتى اللي عايزين يعني يعملوا حداد عليه ويروحوا يقرأوا الفاتحة على قبره ما يقدروش، لأنه مش معروف فين قبره. الحكومة السودانية ترفض ذلك. هلا حتى إذا أنت انضميت إلى مجموعة دينية غير الإسلام، تعرف في مصر في مجموعة من البهائيين، في منهم لهم أكثر من 100 سنة في مصر، يعني هم صاروا بهائيين أو انتقلوا من إيران راحوا على مصر بهائيين، وجاهم أولاد صاروا بهائيين، أولاد أولادهم صاروا بهائيين، فهنعمل فيهم إيه؟ مصر خاصة الأزهر تعتبر إنه البهائيين مرتدين. يعني إن أنت اخترت البهائية، إن أنت يعني أنت عمرك ما كنت مسلم، يعني أنت لو كنت مسلم وغيرت دينك ممكن تعتبر مرتد، لكن أنت ما غيرت دينك، أنت ولدت لأهالي بهائيين، لكن رغم ذلك هم كل البهائيين حطوهم بخانة واحدة اعتبروهم مرتدين. والسبب لذلك إنه هم اولا يعني بيعتبروا انه بهاء الدين بتاعهم، بهاء الدين ده نبي، لانه القران بيقول لك انه وكان ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فهم بيقولوا انه النبي تاعنا انه هذا بهاء الله هذا نبي، فانت خالفت مبدا قراني. بهاء الدين كان اصله بهاء الله كان اصله مسلم فهو مرتد، طب هو جماعته مرتدين لانه هم بيعتقدوا نفس الاعتقاد. وبطبيعة الحال انت تعرف انه ما بيكتفوا هيك، انه انت كل ما تخالف او تنتقد الاسلام بيقول لك انت صهيوني او استعماري او غيره غيره. فهم بيتهموا البهائيين جملة وتفصيلا بانهم صهيونيين وعملاء للاستعمار، يعني ما فيها خلاص. ففي بيان، بيان صادر عن الأزهر بيقول لك إنه هدول ما بيعترفوا إنه محمد آخر الأنبياء، معناته هدول مرتدين. هذا معلوم بالضرورة إنه محمد آخر الأنبياء. طيب أنا مسيحي أصلي، أنا ملحد مسيحي، طيب وبعتبر نفسي نبي، شو بصير؟ طيب انت انا بعتبرك نبي، حنساوي فيك ايه؟ انا ماشي، انا وضعي ماشي لاني انا رايح يعني ماني كافر اصلا، بعتبروني ان نبينا اظن بيحضروا لك سيفز وحدين يعني.
أكيد 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 بيعملوا لي قوس النصر يا أخي، للأسف الشديد، يا للأسف. للأسف. أنا يعني مش مهم مش مهم، أنا مش منتظر منهم لا صوفهم ولا خروفهم، لا بالضبط، عين ترى ولا ذن تسمع. ولا أذن تسمع مثل ما قلت، بالضبط إيه حياتنا بينا. ففي بيان، في بيان من الأزهر بيقول: الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترامه. كل ديانة أخرى احنا ما بنقبلها، مين؟ اليهود والمسيحيين والصابئة شوية وشوي السامريين وشوي المجوس، يعني مو كامل، يعني هم يعني وسعوا شوية الدائرة، بس الباقيين لا. البهائية ما كانش موجودة بزمن محمد، لا ذكر لها في كتب الفقه، فمعناته تعتبر إنها خارجة عن الإسلام. هو بيقول لك فلا بل يمتنع عن يمتنع فلا ينبغي بل يمتنع أن تكون في مصر ديانة غير الإسلام والمسيحية واليهودية، ممنوع تعمل ديانة جديدة. أنا عايز مثلا بدي أعمل ديانة جديدة، بدي أسميها ديانة تحت الطلب، فاهم علي؟ يعني تفصيل. ديانة تفصيل. يعني نبينا نبينا، أنا بصراحة أنا لك الصديق، أيوة فارم عليك، أنت أنا خلاص، لك الصديق، أنا خلاص فكل ما هعطيك، تشاء وأنا أبصم لك بالعشرة. خلاص أنت هعطيك نهر عسل ونهر زيت ونهر نبيذ ونهر بول بعير، فاهم علي؟ أربع أنهار. مش هعطيك حواري لأنه أنت ما بتحب الحواري، فاهم؟ لا لا، أحب الحواري يا عمي، بس على الأرض، على الأرض، خلي برميها الأنهار بالسماء. عندك وأعطيني الحواري. خلاص خلاص خلي لك إياهم، مو ماشي، مو مشكلة. هلا أكيد زوجتي عم تتفرج على الحلقة تحت، فأكيد بدها خلاص تحكي. بطلع لنا فضيحة، فضيحة عليها شغل، صحتك. على صحتك وعلى صحة الجميع. طيب صحتك. شو بقول لك؟ لأنه أي ديانة أخرى غير مشروعة ومخالفة للنظام العام، وإن الأزهر لا يهيب بالمسؤولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع، وأن ينفذوا حكم الله عليها ويسن القانون الذي يستأصلها ويهيل التراب عليها. استأصل المجموعة ويهيل التراب عليها، ادفنها وعلى أفكارها، حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقيم. إن هؤلاء الذين أجرموا في حق الإسلام والوطن يجب أن يختفوا من الحياة، لا أن يجاهروا بالخروج على الإسلام، يجب أن يختفوا. شفت هذا؟ السماحة، السماحة، فاهم علي؟ طبعا الحال شيوخ الأزهر قالوا لك لا، الملحدين لازم ناخذهم على ساحة التحرير ونقطع لهم رؤوسهم. لما شيخ الأزهر راح على البرلمان الألماني وغيره وغيره قال لا، احنا بنسمح بحرية الدين. أخي حيرتنا، اصفي على مرسى. وضح، صحيح. أنا أنت مع ولا ضد؟ هذا الكلام صادر عنكم لساتكم بتتفقوا عليه ولا مختلفين عليه؟ اختلفت عليه ولا بطلته؟ إن كان هذا الكلام ما زال معناته تكذبت علينا، فبالحالة هاي يجب أن تحاكم بالكذب. أنت صاحبنا كذاب، فيحكم 10 سنين سجن للكذب، للكذب. تكذب علينا، أنت مخادع، أنت زنديق. بهذا المعنى أنت زنديق، تقول شيء وتعمل غير شيء. طيب هذا الكتاب يتضمن عدة فتاوى تعتبر زواج البهائيين باطل وتحرمهم من الميراث وتطالب بتحقيق حد الرد عليهم أي قتلهم. يقول شيخ الأزهر جاد الحق في هذا المجال، مو من عندي، من عنده، افتح قوسين: أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية ليست عقيدة إسلامية
وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين ويصير مرتدا عن دين الإسلام، والمرتد هو الذي ترك الإسلام إلى غيره من الأديان. قال الله تعالى، هو بيقول لك في القرآن ما في آية عن اللي بيقول لا إكراه في الدين، بيقول لك، فلا هو وجد آية الحمد لله، يعني هو بكر بعظمة لسانه إنه في آية بالقرآن بتقول اقتل المرتدين. طيب، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الحياة الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بكمل وأجمع أهل العلم في الإسلام أوكي على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام للحديث الشريف الذي رواه البخاري وأبو داود، من بدل دينه فاقتلوه. واضح. طيب على أي أساس هو بروح بيكذب علينا في البرلمان الألماني؟ على أي أساس؟ هل هذا شيخ الأزهر هذا هو بيتبع أي دين، البوذية ولا شو؟ هل هو بوذي شيخ الأزهر جاد الحق؟ نبينا هو بتبع الإسلام، وهو على أساس حديث المعاريض وآية التقية يعني، على هالأساس هذا يكذب يعني. هلا عزيزي، ما هي عقوبة الردة؟ أنت غيرت دينك، أنت شفنا صاحبنا ابن الحلال بيقول لك يقتل، وكمان بيرفض زواجه، احنا هنفصل. هناك ثلاث أنواع عقوبات. عقوبات جزائية، هذه العقوبات يعني تقتل. احنا نقرأ ما يقاله مجلس وزراء العدل العرب، لأنه هو مختصر مفيد. بعدين ما حدش يقولنا لا مين هدول لا أخي، وزراء العدل العرب يمثلون العدل العرب في كل بلادهم، وبعدين مو مخبينه، حاطينه على موقع الجامعة العربية، يعني عيني عينك يا تاجر. أوكي، المادة هنقرأ المواد، ما تقوليش إنه لا أنت جبتها من عندك، لا. 162، المرتد هو المسلم الراجع عن دين الإسلام ذكرا كان منطق بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة أو سب النبي أو رسوله أو الدين الإسلام أو حرف القرآن قصد. المادة 163، يعاقب المرتد بالإعدام إذا ثبت تعمده وأصر بعد استتابته وإمهاله ثلاثة أيام. تتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به، ولا تقبل توبة من تكررت ردته أكثر من مرتين. يعني أول مرة قلت أوكي خايف من العصا، طب ثاني يوم بقول لك لا أنا ملحد، تعال شو قلت؟ توبة مش هعيد، خلاص منيح كويس. إذا ثالث مرة عدت فيها ما في توبة، لا تقتل. هاي المادة تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطلانا مطلقا، وتؤول الأموال التي كسبها من هذه التصرفات لخزينة الدولة. هتقول للجامعة العربية شو بتسوى؟ ما بتسواش أصلا الحبر على الورق اللي تبي. منيح، معناته ليه انتو حاطينها؟ ليه الجامعة العربية حاطة هذا القانون؟ طب طالبوا بحذفه، احذفوه أخي إذا بتقولوا هذا ما لهوش قيمة. طب وزراء العدل العرب إذا ما لهم مش قيمة، مين اللي عنده قيمة بالحالة هاي؟ جدتي اللي صار عندها قيمة. طيب ما هو أساس حد الردة عند الوزراء؟ احنا قلنا شيخ الأزهر ذكر لك الآية، احدى الآيات، فهو بيقول لك شو، بيقول لك شو السبب، السبب اللي علشان يقتل. تناول الفصل السابع الردة، والأصل في ذلك قوله تعالى، أهو فتح ذنيك ما تقول لي ما في بالقرآن، بيقول لك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وزراء العدل العرب اعتمدوا على هذه الآية ليقروا بقتل المرتد. ما تقوليش ما فيش بالقرآن آيات، لا روح ناقش وزراء العدل العرب، ما تجيش تناقشني.
أدوهم وكتبوا على موقع الجامعة العربيين، وأساسه قول الله تعالى، فما تجيش تحاكمني أنا، روح حاكمهم أنت. وإن أقنعتهم إحنا بنعمل لك تمثال من ذهب وشوكولاتة، فاهم علي؟ إذا ما أقنعتهم، بس الخوف إنهم يقتلوك، يقول لك أنت بتنكر حد الردة تقتل كم ارتد. طيب بعدين بيقول لك شو بيعتمد بعدين على حديث نبوي، حديث نبوي يعني مو هيلا، أولا جاب لك آية قرآنية، وقوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وكمان حديث آخر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق. يعني هلا عندنا آية قرآنية وعندنا حديثين. هم وزراء العدل العرب اللي قرروا انه حد، في ناس تقول لك لا في الاسلام ما فيش حد رده، خلاص معناته هدول الوزراء هدول بوذيين، والكلام اللي بيذكروه مش موجود بالقران، حرفوا القران، والحديث اللي نسبوه محمد كذبوا على محمد. طب منيح عاقبوهم يا اخي، بلاش تعاقبوهم يا اخي، اطلبوا منهم يحذفوا القانون من 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 موقع الجامعه العربيه ويعتذروا. ايه ما في الاعتذار على الخطا فضيلي. ايه فيعني اهو ده انت بتقوله. طيب ايوه، هذا اخرجه الشافعي واحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث ابي امامه عن سهل الى اخره. وقد شرعت الاستتابة بقوله صلى الله عليه وسلم في حق قاطع الصلاة، على أي أساس أنهم يقتلوا؟ محمد قال يستتاب ثلاثا وإلا قتل، يعني هو كمان حديث ثالث على البركة يعني. أيوة، وقد روي عن ابن موسى أنه دعا رجلا ارتد عن الإسلام 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ بن جبل فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. متفق عليه. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هل حبستموه ثلاثا وطعمتوه وسقيتموه عله يتوب، اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني، رواه الشافعي. منيح أوكي، بس يعني هو إذا ما تاب. وأما أموال المرتد، قلنا إنه الجامعة العربية بتقول لك اللي بيرتد بأخذوا أمواله، يعني أهو أما أموال المرتد التي كسبها بعد الردة فتصير لخزينة الدولة، وتصرفاته فيها باطلة للإجماع على ذلك، والخلاف فيما كسبه قبل الردة. فذهب مالك والشافعي والراجح في مذهب أحمد أن جميع أموالي قبل الردة وبعدها تؤول لخزينة الدولة. أما أبو حنيفة فقد قال أن ما كسبه قبل الردة يسير لورثته، وما كسبه بعد الردة هو الذي يسير لخزينة الدولة. وبهذا أخذت اللجنة، اللجنة اللي كونها وزراء العدل العرب واللي مضوا عليه، بيقول لك لا إحنا بناخذ أمواله منيح اللي كسبها بعد الردة منيح. هاي أول العقوبات الجزائية. هناك عقوبات عقاب مدني بالإضافة إلى العقوبات الجزائية، أو بالمختصر المفيد ثم نمثل على ذلك بالقوانين: لا يحق له الزواج، إذا ارتد بعد الزواج يفصل عن زوجته، لا يحق له الولاية على أبنائه يعني يسحب منه أولاده، لا يحق له الميراث ولا الوصية أصلا حسب القوانين. منيح. هلأ عامة القوانين العربية للأحوال الشخصية مو كلها بتذكر هذه الأمور، هي بتقول في آخر مادة ليها إنه وما لم يأتي به يعني حكم به في هذا القانون تطبق الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب التالي أبو حنيفة أو غيره، فمعي؟
بس هناك قانون أحوال شخصية كويتي قالها بصراحة، يعني ما مخبي. فأهو هنذكر المواد، اللي مش مصدق يروح على عند الحاج جوجل ويكتب قانون الأحوال الشخصية الكويتي ويقرأ المادة 18، بتقول لا ينعقد زواج المسلمة بغير المسلم، زواج المسلم بغير كتابية لا ينعقد، وثالثا لا ينعقد زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. يعني واحد مسلمة تزوجت مع واحد صارت ارتدت، صارت مسيحية، تزوجت مع واحد مسيح، ممنوع. طب هي مسلمة وتزوج مع واحد مسلم ارتد، ممنوع. كل حال ممنوع، أو إذا أنا مسيحي تزوجت مع واحد مسلمة أصبحت مسيحية، ممنوع كذلك. يعني أنا شفت حلقة إلك مع الأخت سالي شو اسمها المصرية، الملحدة المصرية سالي. طيب هاي ملحدة، لنفرض أنه أنا 30 سنة أصغر وتقدمت أطلب إيدها وهي قبلت، ها ما أقدرش أتزوجها، أولا لأني أنا مسيحي، وثانيا هي مرتدة. طب لنفرض أني أنا مسلم، لنفرض أني أعلنت إسلامي وقلت خلاص حبا بسالي بدي أتزوجها، بدي أصير مسلم، يا سالي بتقبلي إيدي؟ هي تقابلي، لكن هي مرتدة عن الإسلام، لا يقبل بهذا الزواج. فهي هتعمل إيه؟ مش هتستطيع تتزوج حتى إذا كانوا اثنين كفار، يعني بي بي آه ممنوع 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 مهما كان. إذا واحد مرتد لا يحق له الزواج، يعني مجبور يظل عزابي طول حياته، هذا نخلوه بالحياة. إذا خلوه بالحياة بالضبط. أيوة طيب، المادة 49 بتقول الزواج باطلا إذا كان أحد الزوجين مرتدا أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة. هلا أبو زيد المفكر المصري لما كتب اتهموا إنه مرتد فصلوا عن زوجته، المحكمة النقد المصرية فصلته عن زوجته لأنه اعتبر مرتد ببركة الأزهر. فزوجته قالت لا ما أنا بحبه، قال لك لا ملوش دخل بالحب، ملوش دخل بالحب، لا هو مرتد ملكيش حق إنك تتزوجي، فانجبر يهرب من البلد. هلأ مادة 217 قانون الكويت بتقول يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا. أوكي الوصية، وصية المرتد والمرتدة نافذة إذا عاد إلى الإسلام. إذا أنا عملت واحد هي سالي عملت وصية، وصيتها ما لهاش قيمة، إذا رجعت للإسلام بتصير لها قيمة. أوكي المادة 294 بتقول لا يرث المرتد من أحد. يعني انت اهلك مسلمين، انت مرتد ابن مرتد، انت مرتد ما يعني ما بتامن بالاسلام، مالكيش حق في ميراث اهلك. واضف الى ذلك اولادك ما قدروش يرثوك، وزوجتك ما تقدرش ترثك لانه اموالك بتروح لخزينه الدوله. طب اهذن بمرتك واهذن باولادك، لا يعني انت لا ترث ولا تورث، لا ترث ولا تورث. مال المرتد قبل الردة وبعدها يكون لورثته المسلمين عند موته، هذا يعني فان لم يكن له ورثة من المسلمين يكون ماله للخزينة العامة. هلا انت كنت مسلم، يعني هنا
أخف شوي من القانون العربي، اللي نفرض إنه واحد مسلم صار مسيحي وتزوج وأجا أولاد، أولاده مسيحيين بطبيعة الحال مثلا، ما يحق لهم مش يرثوا لأنه يعتبر مرتد. وهذا دولة تعتبر حالها دولة متقدمة، الكويت هذه دولة تعتبر نفسها متقدمة ومتحضرة، تسطس زين ثلاث على كل التحضر اللي في أمه فيه، أنو تحضرها؟ للأسف الشديد هو طيب التحضر الوسطى هذا. طب بكمل شو؟ إذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير إسلامية يعتبر في حكم المتوفي ويؤول ماله لورثته المسلمين. هذا القانون. أنا بصراحة أول مرة أسمع القانون هذا، يعني إنه إذا تجنس بدولة غير إسلامية. إذا أنت كويتي فقلت إنه أنا مضطهد في الكويت وبدي يصير مسيحي أو بدي يصير بوذي أو بدي يصير ملحد، بتروح على بريطانيا تاخذ الجنسية البريطانية، بيعتبروك كأنك توفيت وحالا بيفتحوا الميراث تاعك. واو في حكم المتوفي كأنك توفيت، يعني إذا عندك بيت بياخذوا لك إياه، عندك أموال حساب بياخذوا لك إياه. أخي أنا عايش، لا، لأنه أنت فلتت من سلطتهم، هم كانوا عايزين إنك تبقى مشان يمسكوك يقطعوا لك راسك، هربت كويس معناته تعتبر ميت. أنت هربت أخذت الجنسية الأمريكية مثلا، خلاص حر، ما يعني مش هنقدر نقطع لك راسك، مو مشكلة نقطع لك أرزاقك، فاهم علي؟ إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير إسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته أو بالخزانة العامة. هلا أنت شوف القانون، هاي دولة متحضرة، دير بالك، هاي مو السعودية. بقول لك الوهابية، أنا وهابية ده كويت، ومو شافعيين هدول، حتى أصلا شافعيين مو حنابلة يعني، ولا وهابية ولا على بالك. يعني هنا واحد كويتي صار بوذي أو صار مسيحي أو صار ملحد وراح على أمريكا أخذ الجنسية، بيعتبروا كأنه ميت، بيفتحوا ورثة تاعته، بعدين بيقول يا خراب بيتي شو كانت بالغلطة هاي، وأنا مالف فيهم، خلاص إخواني أنا صرت مسلم أهو، تفضل أهو رجعت للإسلام وبكيت متجنس مو مشكلة، فدام رجعت للإسلام بدوروا اللي بكي من ورثتك بعطوك إياها. إذا مثلا ولادتك راحوا لعبوا فيها قمار وطارت الورثة تاعتك، ما ظل شيء. أما إذا بك شيء أوكي ليه، هذا عادي، كل لا مش موجود في الإسلام، لا ده القانون ده مو قانون بوذي، ها ده قانون مبني على الشريعة الإسلامية. إذا أنت مش متفق معاهم إحنا نبوس إيديك وإيديك وجريك وراسك، رجاء روح بلغهم انه هذا مش الاسلام، كيمو يا ناس. واحنا بنكون شاكرين يعني، مو زعلانين، والله ما نزعلانين يعني، مو بالضروره احنا عايزين انه نبهدل الدول هذول، لا، اذا انت بتعتقد انه هذا ليس من الاسلام روح عند الكويتيين وكله مجلس الامه، يا ناس يا مجلس الامه ربما انتم غلطتوا بالقانون. هذا ما لهوش علاقة بالإسلام، كيمو خلاص، بس بيني وبينك ما تروح عندهم، اكتب لهم رسالة أفضل، لأنه ربما يشنكوك على باب مجلس الأمة. بكل تأكيد يعني، بل هيك احنا برضو بتعز علينا سلامتك. هلا في هناك عقاب
ممارسة الحقوق العامة. إذا أنت ارتديت عن الإسلام مش ممكن يوظفوك، أنت موظف في الحكومة بطردوك، إذا أنت أستاذ جامعة بطردوك، حتى ما حد بيعطيك شغل. لا مو فقط هيك، تصور أخي، عندي صديق، عندي معرفة في فرنسا، هو مسلم أصله، ابن الحلال، هذا كتب كتاب ينتقد فيه الإسلام، هو معتبر حاله ملحد. تعرف ما في شركة فرنسية بتعطيه شغل، كلهم خايفين بفرنسا واو لأنهم كلهم خايفين من المسلمين. جودنس ماي جودنس، بفرنسا هذا الشخص ما عندوش شغل، ما حد مسترجي يعطيه شغل لأنه هدول المسلمين حاطين عينهم عليه، حتى بفرنسا ما عنده شغل سرطان وهدد سرطان بالقتل. صراحة نعم سرطان الإسلام يعني سرطان حتى إذا بفرنسا الناس اي خايفة من الإسلام اي اي وهناك فتوى السعودية تطالب من الدولة فصل الموظف الذي يرفض أداء الصلاة. تقول فتوى سعودية بتقول لك إنه إلا إذا واحد، ويسمح لزميله أن يقتله. يا سلام شفت؟ رائع 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 عين يا رجل، هذول يعني آخر حلاوة. أيوة، هذا كله مخالف للدساتير حتى بذاتها العربية. لناخذ مصر، مصر بتقول لك المادة 53، المواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الاجتماعي إلى آخره. التمييز والحد على الكراهية جريمة ويعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. يا حلال يا ابن الحلال، والله أنت قلبك طيب. طيب أنت كأنك مش سامع شو بقول الأزهر ولا شو؟ أنت كأنك مش قاري شو بتقول القوانين المصرية. إذا واحد غير دينه ما يقدرش يتزوج، ما يقدرش يرث، ما عندكيش علم بهذا الحكي، بتكذب هيك أشهر الخبر. ما عندك علم انه وزير العدل العربي المصري، وزير العدل المصري امضى على القانون اللي ذكرناه؟ ما عندك علم، ما بتدري فيه، لا بتقرا ولا بتكتب. طيب منيح، المادة 64 بتقول حرية الاعتقاد مطلقة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام واحد صدقناك يا سلام ويا سلام. ونحن صدقناه مع مثل اسماعيل، العرب مثل اسماعيل، اسماعيل ياسين بفيلمه صاحبة العصمة. يا سلام ويا صراحة سليم. طيب فعلا نكمل. نعم عم بقول مثل القرآن يعني في ناسخ ومنسوخ عندهم بالدستور يعني في شيء ينسخ ايه، ما تدريش. طيب، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانة السماوية. حلو جدا. طيب البهائيين سماوية ولا جهنمية؟ حرية الاعتقاد مطلقة. طب اللي قريناه عن البهائيين ده موجود لسه؟ عندي سؤال هون نبينا، طيب اتفضل. ديانة نبينا سامي الديب هي سماوية ولا أرضية يعتبروها؟ انا تاعتي سماوية، شو اسمي سامي، شو بدك افضل من هيك؟ اذا اسمي سامي شو بدك تقول؟ سامي سامية سامي سامية فوق الكل سامية يعني سامية وسماوية والسماوات والأرض كلها. لا لا، أنا مش مخلي أصلا. برافو برافو هو بنسميه الدين السامي.
والكتاب المقدس سميه الكتاب السامي، فاهم علي؟ صراحة رائع، ونسمي الديانة الديانة السامية. بالتمام بالتمام، بنسميها مشان نخرب عليها، بنسميها الديانة السامية السماوية عشان تضيع الطاسة عليهم. طيب المادة 65 شو بقول لك؟ حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير. طب أخي إسلام البحاري حطيته بالسجن ليش؟ ولا رحتوا شمموا الهواء في السجن؟ ولا عايزين تطعموا أكل السجن ولا شو؟ عايزين يطبخ لكم ولا شو؟ طيب هذه اللي قرأناه لسه ما خلصنا، مخالف للوثائق الدولية. المادة الثانية، لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذه العالم دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين. بتقول لك إنه كل الحقوق اللي موجودة حنقراها الآن، مش لازم تميز، أنت حر، ديانتك شو ما خصنا، إن شاء الله بتعبد الكرد، مو سماوية أو ما سهامية أو غيره غيره، لا الكرد بذاته بتعبده. المادة الثانية بتحميك، كل حقوق المعترف فيها بالوثيقة هاي لك حق الطالب بيها. المادة 16 بتقول للرجل والمرأة متى بلغا من الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. يعني سالي البنت اللي كانت معاك اللي حق تتزوج، لا في القانون المصري ممنوع تتزوج، الملحد في مصر ما يقدرش يتزوج، حتى المسيحي الملحد ما يقدرش يتزوج لأنه الكنيسة بترفض تتزوجه، يعني رايحة عليه من جميع الجهات. طيب بعدين في مادة 17، لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. طب احنا قرانا انه بقول لك المرده بتاخذ امواله، هتعمل ايه بالماده 17 ابن الحلال؟ ولا مش سامعين فيها؟ معكم مش خبر انه الماده 17 بتقول الحكي هذا، ولا فقط كلام فارغ يعني؟ طب الماده 18، لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أم مع الجماعة. لا في ناس بيقول لك لا أنت عايز تصير ملحد الكرد ياخدك بس ما تعلنش عن نفسك. الله، ده المادة 18 بتقول لك لك حق تعلن بذلك. طب ليه المسلم له حق يعلن وانت مالكيش حق تعلن؟ خلاص احنا هنقولهم انت عايز تصير مسلم صير مسلم بس ما تغلبناش بزيانتك، خليها بإلك بينك وبين ربنا خلاص، ولا تعلن عنها وما تسمعناش الأذان، واللي مش عايز يصلي ما تفرضش عليه، واللي مش عايز يصوم ما تفرضش عليه. في الجزائر الأيام هاي برمضان اللي بيفطر بحطوه بالسجن لأنه بينكر شيء بالضرورة. أوكي، المادة 19، لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واصدقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية. طيب هل الأزهر أصدر عدة فتاوي؟ مش هنكون واقعيين، يعني الأزهر يعني بيحكي في البرلمان الأوروبي وفي البرلمان الألماني وفي الأمم المتحدة، حتى راعي الأمم المتحدة يظهر ابن الحلال راح قال حرية الديانة مكفولة عندنا، راح حكاها في الأمم المتحدة لأنه مصر الآن هي تترأس مجلس الأمن كدولة غير دائمة،
فراح يعمل محاضرة لمجلس الأمن. وبعدين لما كان في الطيارة هو راجع قالوا له أنت سيدنا قلت إنه حرية الدين مكفولة، يعني واحد ممكن يغير دينه، قال لا فهموني غلط. ولك يا أخي، ولك يا أخي، شو القصة تاعتك؟ كل يوم بحال أنت، أنت كل يوم بحال ولا شو؟ كل 10 دقائق بتكذب علينا بتكذيب جديد، شو القصة هاي تاعتك؟ طيب هلأ بدنا نعطي بعض الأسئلة اللي طرحت على الأزهر أو يعني هيئة الفتوى. شو بتقول؟ شخص مصري الجنسية مقيم بألمانيا ويملك قطعتين من الأرض، اشترى إحداهما والثانية آلت إليه بالإرث الشرعي، ولكنه يرغب في اعتناق الدين المسيحي ويخشى أن يفقد امتلاكه لهاتين القطعتين المذكورتين، خاصة ما آلت إليه بالميراث الشرعي، فما الحكم في القانون المصري؟ طيب، والذي نفيده أن القانون الخاص، هذا بجواب الأزهر، إن القانون الخاص بتوارث المسلمين المصريين هو الشريعة الإسلامية، وهو يقضي بأن المسلم الذي ارتد عن دينه وانتقل منه إلى دين آخر زال ملكه عن ماله زوالا موقوفا، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه، وإن مات على ردته ورث ماله الذي كسبه في حال الإسلام، وارثه المسلم. فاهم علي؟ وارثه المسلم بعد قضاء ما استدانه في إسلامه، يعني إذا تدين هو بعدين هذا لا يحسب، لا يأخذ من ماله ليسد. شفت لحد وين وصلت؟ ويقضي أيضا بأن المرتد لا يرث من أحد، لا من مسلم ولا من مرتد ولا من كافر أصلا، لا يرث. واضح، ما تقولش حرية الدين وما عندنا، لا هذا مش مخالف للإسلام. من إمتى أخي الأزهر كان معبد بوذي؟ فهمني، فهمني. الأزهر هو اللي قايم عليه، هو رجل دين بوذي ولا مسلم؟ خبرني، مش موافق مع الأزهر؟ على راس العين احنا بنبوس إيديك وجريك وراسك، روح اقنعني اليوم انهم يغيروا الحكي هذا. تفضلوا كلهم يا ناس، الحكي هذا ما بصير، هذا مخالف للإسلام. بس نصيحتي لك، خذ معك حبل المشنقة أو سيف، أو سيف مشان يقطعوا لك راسك. طيب منيح. هلأ في فتاوى أخرى، فهم بيبدأوا الفتاوى بإعطاء المبادئ، بعدين بيحكوا كل القصة، مش هنطول عليكم، نعطي المبادئ. شو جاوب فيه؟ إذا قال الذمي أو المجوسي دخلت في الإسلام أو أسلمت كان مسلما ويحكم بإسلامه ولو لم ينطق بالشهادتين، لأن الإسلام يتضمنها. إذا قال أنا مسلم حتى مش ضروري يعمل الشهادتين، هو مسلم، يعني اختصر الطريق، اختصر الطريق. منيح. ثانيا، لما كانت الأحكام الدنيوية تناط بالأمور الظاهرة فقد جعل الشارع مناطها الإقرار باللسان بأن يأتي بالشهادتين أو ما في معناه. منيح. إذا كان الولد غير بالغ أو غير عاقل يتبع خير الأبوين دينا، يعني واحد صار مسيحي، صار مسلم، هو مسيحي وعنده أولاد قبل 18 سنة، أولاده غصب عنهم بصيروا مسلمين لأنه بيتبعوا الدين الأفضل. ده مين قال لك إنه الدين أفضل؟ على أي أساس حكمت؟ على أي أساس حكمت أخي إنه هذا الدين الأفضل؟ مو مشكلة، مسامحينك فيها. الولد الذي صار مسلما تبعا لأحد والدي أو تبعا لهما يظل مسلما بعد بلوغه ولا يحتاج إلى تجديد إسلامه، ولو ارتد أبواه عن الإسلام أو ارتد من أسلم منهما ظل هو على إسلامه.
هلا واحد مسيحي صار مسلم، عنده اولاد عمرهم 15 سنه، لما لبسوهم الاسلام طب طبطك العافيه، لما صار عمره 20 سنه قال ايه شو الورطه هاي تاعتي، بديش انا بدي ارجع مسيحي. شو؟ لا لا ما بحق لك. حتى ولو ابوك رجع للمسيحيه او هرب او اللي صار فيه ما في فايده، انت مسلم بتضل مسلم طول حياتك، ما في فايده، ما فيش تختار. طب هنعمل ايه بالماده 17 و18 في وثيقه حقوق الانسان؟ ايه بدنا نعمل فيها؟ يعني هنا بقول لك بديش اصير مسلم اخي. لا ابوك صار مسلم، ابوي بطل صار مسلم، صار رجع للمسيح، ما في فايده. هو صار مسلم ولو ربع ساعه، انت مجبور تصير مسلم غصب عنك لحد موتك. ولك يا اخي ما بدي اصير مسلم، ايه ما في فايده. خلاص وقعت مع زرايير كذاب الارواح. ما في انك تختار تقول. شوف كمان ابداء الرغبه في اثبات الديانه الاسلاميه ممن اسلم بالبطاقه يعتبر رده عن الاسلام يجب قتله. ان لم يتب ويرجع الى الاسلام متبرئا مما فعل. هلا ولد مسيحي، ابوه كان مسيحي صار مسلم، غيروا ابنه كتبوا اسمه انه كان بولس صار محمد منيح، بعدين لما كبر قال بدي يصير مسلم بدي يصير مسيحي، يعتبر مرتد ويجب قتله. اذا راح على الوزاره بيقول لهم غيروا لي بطاقتي الوطنيه واحذفوا كلمه مسلم واكتبوا مسيحي واحذفوا محمد ورجعوا لبولس، تعتبر مرتد وتقتل. هذا الازهر بيقوله. تصور لحد فين وصلت الهمجيه. همجية ما بعدها همجية نبينا بصراحة. ما في همجية أكبر من هيك أخي. أنا ما اخترت الإسلام منيح. أبوي صار مسلم وأنا إيش بدي فيه منيح. أنا كنت صغير. طب هلا عمره 20 سنة، بلغت ولا بلغتش؟ بلغت. طيب بديش الإسلام أخي، بدي أرجع مسيحي، بدي أصير مسيحي أو بدي أصير بوذي أو بدي أصير ملحد، فبدي اروح عند إدارة الأحوال الشخصية وأغير هوية تاعتي وأكتب بدل مسلم مسيحي وأكتب بدل محمد بولس. فمعي مجرد إنك تطلب هذا الطلب حسب الأزهر يعتبر ارتداد ويجب قتلك. هاي طب هتعمل إيه بالدستور؟ هتعمل إيه بوثيقة حقوق الإنسان؟ لا كلام فارغ. طب هنكمل. هلا واحد فتوى اخرى بالمبادئ، حنذكر فقط المبادئ. من اعتنق الدين البهائي يكون مرتدا عن الاسلام، يستتاب ويعرض عليه الاسلام وتكشف شبهته، وان كانت فان تاب في فبها والا قتل شرعا. فاهم علي؟ واحد بهائي قالوا له لا ما بينفع، استتبوا برفض يجب ان يقتل حسب الازهر. طب اخي انت قبل شوي كنت في البرلمان الالماني وتقول احنا عندنا حريه العقيده، هاي الفتوى صادره عن 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 رجل دين بوذي ولا عن الازهر؟ فهمنا. ها عايزين نفهم، انت بتكذب اشكر خبر على رؤوس الاعيان ولا كيف؟ طيب فتوى اخرى، اذا قبل اهل الكتاب عقد الذمه كانت اموالهم كاموال المسلمين ودمائهم كدماء المسلمين ما لم ينقضوا العهد او يلحقوا بدار الحرب او يحاربوا جماعه المسلمين. طيب منيح، اذا اسلم الذمي في دار الاسلام استمرت عصمته نفسه وماله التي كانت على شرف الزوال بنقض عقد الأمان وأصبحت عصمته مؤبدة. إذا ارتد من أسلم عن الإسلام ومات على ردته فإنه لا يرث أحد من أهل ملته غير المسلمين شيئا من أمواله. مال المرتد الذي تملكه قبل إسلامه أو بعده لورثته المسلمين
وماله الذي تملكه حال ردته لبيت مال المسلمين. يعني أنت كنت مسلم، صرت مسيحي، تزوجت مع واحد بوذي، صار عندك 20 ولد، هدول لا يرثوا مهما كسبت. كل اللي كسبته بروح لخزينة الدولة، اللي كسبته بعد الردة، اللي كسبته قبل الردة بروح لورثتك المسلمين، يعني أبوك وأمك أو أخوتك ومثل هيك، بس أولادك ما بياخدوش شيء. طيب منيح، هنكمل. المرتدة عن الإسلام، فتوى أخرى بتقول المرتدة عن الإسلام لا يحق أن تتزوج أحدا من الناس مطلقا. الأزهر بيقول هيك مبادئه، وتحبس حتى تتوب وتعود إلى الإسلام. إذا تزوجت المرتدة كان زواجها باطلا، لا يترتب عليه أي أثر من أثار الزواج الصحيح إذا كانت الحرمة معروفة للزوجين عند العقد. إذا تزوجت المرتدة وكانت الحرمة غير معروفة آخره، بس يعني لا يحق لها أن تتزوج أحدا من الناس مطلقا. سالي، هاي البنت اللي كانت معاك الحليوة حلوة دي، ما بحق لهاش تتزوج، أنا تعتبر ملحدة، خلاص لازم تظل عانس طول عمرها، هذا دخلوها بالحياة. من الحق اللي عنده، الحق الوحيد للمرتد هو القتل يعني، فحتى الحياة ما شوف، في فتوى أخرى بتقول لك المرتدة، هنا الفقهاء فرقوا بين المرتد والمرتدة، المرتد يقتل والمرتدة تحبس حتى تعود إلى عقلها. فهو شو بقول لك؟ المرتدة تحبس حتى تعود إلى الإسلام وتعذر بالضرب كل 3 أيام حتى تعود. يا سلام. يعني كل 3 أيام بضربوها حتى تعود للإسلام. بعدين بقول لك لا إكراه في الدين. طب بتضربها ليش لعاد؟ فهمني شو قصة الضرب؟ شو قصة الضرب؟ ففي ناس بيقول لك لا القرآن ما بيقولش اضربوهن، لعاد شو طعموهن الشوكولاتة؟ ابني خلص طعموهن الشوكولاتة. الكذب يا أخي مش عارفة. طيب بمجرد ردتها تقع الفرقة بينها وبين زوجها، لأن العقد يبطل بالردة عند الشافعية، اشترطون في بطلان العقد. لا يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها الأول بعد عودتها إلى الإسلام. يجوز لكل قاض، لا يجوز لأي دولة إسلامية أن تضع نظما أو إجراءات تبيح للمسلم الخروج عن الإسلام ولو وضعت هذا النظم أو الإجراءات كانت باطلة شرعا. إذا دولة تجرأت وعملت قانون تسمح للمرتد انه المسلم انه يترك الاسلام وانه له نفس الحقوق، يعتبر الازهر هذه القوانين باطله. نبينا هون في اظن ماليزيا هلا عطت الحق للارتداد عن الاسلام، خصوصا اظن هذا نعم حاله واحده هنشوفها تتجدد ام لا. بس هو اصلا هي كانت اظن مسيحيه ثم صارت مسلمه ثم حبت ترجع للاسلام، ما اظن انها مسلمه، ما بعرف الوضع. بس المشكله مع ماليزيا انهم عندهم محاكم متوازيه، محاكم دوله ومحاكم شرعيه، فما تدريش اي واحد منهم. يعني مش ضروره انه احكام المحكمه تاعون الدوله تفرض فرض تام على المحاكم الشرعية. أقول إحنا ننتظر الله يهديهم. إذا قال الذمي أو المجوس، إحنا هنقرأ كمان، إذا قال الذمي أو المجوس دخلت في الإسلام وأسلمت كان مسلما ويحكم بإسلامه. طيب منيح، هذا إحنا شفنا هذا كويس. بيقول طيب من السيد وكيل النيابة، طيب احنا مش عامة. انه
طيب شو بقول لك؟ طيب هناخد واحد ثاني لأنه مش هنطول عليكم. لو تاب المرتد هل يقضي ما فاته من واجبات زمن الردة؟ وإذا لم يتب هل يقتل عاجلا أم يؤجل قتله؟ وكيف يكون التصرف معه بعد قتله؟ هذا سؤال. معلوم أن المرتد هو من ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ويستوي في ذلك من ولد مسلما ومن أسلم بعد كفر. أنت ولدت ولا صرت مسلم؟ نفس الشيء، إذا بتنكر شيء بالضرورة تعتبر مرتد. ويستوي في ذلك أيضا من اعتنق دينا يقر عليه كاليهودية والنصرانية، حتى ولو دخلت دين معترف به مثل اليهودية المسيحية لا يقبل منك. طيب مش حنطول عليكم. هنا أحلى شيء، يقول بعض الناس إن حديث من بدل دينه فاقتلوه معارض للقرآن الذي لم يجعل للرد حدا في الدنيا بل جعل له عقوبة في الآخرة، ولذلك لا يعمل بالحديث، وبخاصة أنه حديث أحد، والحدود لا تثبت إلا بالحديث المتواتر، كما إن هذا الحديث لو أخذ به يطبق على من بدل دينه من غير المسلمين، فما رأي الدين في ذلك؟ سألوا الأزهر. أجاب: أين معارضة الحديث للقرآن؟ قال له: لا، ما هو القرآن بيقول لا إكراه في الدين، طيب والحديث بيقول اقتلوه. الواقع أنه لا تعارض، ويقول لك القرآن أعطى فقط عقوبة أخروية. قال له: إيه، بس هو لو أعطى عقوبة أخروية هذا لا يعني أنه ممنوع نعطيه عقوبة دنيوية. يعني هدول سخافات ملهاش لا أولى ولا آخر. إن حد الردة، يقول الأزهر، ثابت على المسلم الذي ترك الإسلام، وهذا شرعنا، ولا شأن لنا بشرع نسخه الإسلام. شو قال الديانات الأخرى؟ كل إنسان غير مسلم لو ترك دينه وأسلم لا يؤخذ بما حدث منه قبل الإسلام، كما قال تعالى كل إيه؟ يعني إذا أنت مسيحي وصرت مسلم غيرت دينك هذا مرضى عليك، مو مشكلة. المشكلة إنك تترك الإسلام. الخلاصة أن عدم النص في القرآن على عقوبة دنيوية إلى جانب العقوبة الأخروية لا يلزم منه منع العقوبة الدنيوية إذا ثبتت بطريق السنة الصحيحة متواترة كانت أو غير متواترة، وإن الحدود تثبت بالسنة غير المتواترة، وإن حد الردة هو للمسلم التارك الإسلام وليس لغيره من الأديان. يعني إذا أنت تركت المسيحية وصرت مسلم مو مشكلة، هذا لا يطبق عليه من غير دينه بدل دينه يقتلوه، يطبق عليه من بدل دينه هو اللي يترك الإسلام. إحنا هنتوقف هون، يعني عملنا جولة هيك حول موضوع الردة، وهناك كتاب كتبته بالفرنسية عن تغيير الدين في مصر، اللي يحب ممكن يرجع له، حاعطيكم الرابط تحت الشريط، الشريط علشان تشوفوه. يعني اهو شرحت كل المواضيع، يعني كيف بتدور الاوضاع في مصر، خاصه انه الازهر تقريبا كل يوم بعطي شهادات تحول الى الاسلام كل يوم. اما لو واحد مسلم ترك دينه يا ويله، أين المعاملة الناس بالمعاملة بالمساواة أمام القانون؟ هلأ الحل الوحيد لهذه الأمور خلص، خاصة المتعلقة بالعقوبات وبالزواج، إنه تحذف المادة 2 من الدستور اللي بتقول إسلام دين الدولة، وثانيا تعمل الزواج المدني. ليه؟ لأنه حتى المسيحي إن ترك دينه ما يقدرش يتزوج في مصر إلا إذا صار مسلم. إذا صار مسلم المسلمين بيتزوجوا، أما إذا كان مسلم ترك دينه صار مسيحي الكنيسة ما تقدرش تتزوجه،
ممنوع للكنيسة تزوج واحد مسلم صار مسيحي. إذا الكنيسة بتزوج مسلم صار مسيحي تروح بهدوا الدير الكنيسة. دين عجيب بصراحة، دين عجيب يعني، دين قائم. الدين هذا مثل مصاص الدم، بمص دائما، بحب ياخذ ما بحب يعطي، فاهم علي؟ فما بيسمح لحرية الفكر. يعني النتيجة عندنا إذا تتركنا الموت ينتظرك، فلهيك ضرورة إنك تعمل قانون أحوال شخصية مدني مع زواج مدني، إنه أختنا سالي إذا عايزة تتزوج تتزوج، إذا المسيح بده يتزوج تزوج، حر. الدولة ما لهاش دخل، لازم تحذف، لازم تحذف من بطاقة الهوية خانة الديانة. أنت دخلك إيه بدينه؟ أنت دخلك إيه بدينه؟ ما مالك دخل؟ يعني أنت لازم تعامل الناس معاملة المواطن، والمواطن هو ابن البلد مهما كان ديانته، والقانون يسري على الجميع مهما كانت ديانته. بل حالة هاي تضمن تقدم البشرية. وهنا في سويسرا على فكرة، كيف الناس يتسألوا كيف سويسرا بلد فقير؟ سويسرا من أفقر دول العالم في المواد الخام. حتى سفير أمريكي بيقول لك إذا أنت خيرت إنك تكون رئيس دولي، أنصحك ما تكونش رئيس سويسرا، لأنه أولاً هذول ما عندهم مش لغة، أربع لغات بدك تتفاهم مع الأربعة، وثانيا هدول كلهم جبال بدك تعمل طريق، بدك تعمل انفاق تتغلب فيها، ثالثا ما عندهم مش مواد خام. كيف هلا سويسرا اغنى دول العالم بينما هي حقيقة في الموارد الطبيعية هي افقر دول العالم؟ هي افقر دول العالم، لا بترول ولا غاز ولا حديد ولا ذهب ولا شيء، ما عندهاش شيء. كل اللي عندها الجبن فقط اللي من الورا البقر، فاهم علي؟ فكيف هم استطاعوا يعملوا؟ عندهم العقل نبينا، عندهم لا العقل. لا مو هيك بدي اوضح لك شو السبب. السبب بسيط، انه انت علشان تبني بيت بدك سلام، ما تقدرش تبني بيت اذا بكره واحد بهدلك اياه. إذا عايز تفتح تعمل شركة، حد يجي يعمل شركة عندك إذا بيعرف ثاني يوم بدك تنهد؟ حد بروح اليوم بيستثمر بسوريا وبالعراق؟ مجنون. حد بروح بيستثمر بالصومال؟ حد بروح بيستثمر بأفغانستان؟ لا، علشان يستثمروا الناس يعملوا مصانع يعيشوا هدوء، يعملوا ساعات مثل هيك، بدك سلام. السلام اولا لازم يكون داخل البيت بين المجموعات جميعها، كاثوليكي يهودي بروتستانتي اللي تريدوا عايشين بسلام. فهم عملوا دستور انه يضمن للجميع حقيقة المساواة، فضمنوا السلام الاجتماعي. لما انت عملت سلام اجتماعي ممكن تبني عليه. يعني زمانات كان هناك لاجئين سويسريين يهربوا من الجوع من سويسرا، يروحوا للولايات المتحدة وأرجنتينا وغيره وغيراته، تشردوا من سويسرا من الجوع، فاهم؟ من الجوع هم عامة كانوا يروحوا يشتغلوا كمرتزقة في الجيش، اللي يدفع يروحوا يقاتلوا عليه، لأنه هم معروفين أنهم شجعان. يعني اللي بروح هم يا النصر يا الموت، ما عندهم مش اختيار آخر. يعني الجندي السويسري ما بيستسلم، يا إما بينتصر يا بيموت. فهم كل الدول الغربية كانت تبحث عنه، لهيك البابا اللي بيحرس البابا هم السويسريين، الحرس تاع البابا هم السويسريين، لأنه بعرفوا حتى لو واحد قتل لن يهربوا، ما بخافوش من الموتى دول، فاهم علي؟ يعني دول ناس يعني طبعهم هيك، طبعهم هم أهل جبال، أهل جبال ما تقدرش تناقش معهم،
تقدرش تناقش معهم يعني، هدول ما فيش يرجع لورا، ما بيرجعش لورا. هم مثلا الفرنسيين راحوا غزوا منطقه عندنا في سويسرا، دخلوهم كلهم، لما دخلوهم كلهم مسكوا حوالي ما اعرفش 20,000 جندي فرنسي، كلهم ذبحوهم، كلهم ذبحوهم من اولهم لاخرهم، قال احنا ما بنعملش، ما بناخذ اسرى. يعني هذول شديدين اخر شده، اخر شده يعني. لهيك الفرنسيين ما عادوش يرجعوا لسويسرا، لو كان فليتهم حيرجعوا، لا ذبحوهم ذبح كاملهم. الجندي السويسري يعني مغامر، مغامر يعني. شوف كل الدول الغربية كانت تلجأ إلى الجنود السويسريين كمرتزقة، لأنه يعرفوا هدول جنود أشداء وما بيرجعوش لورا، ما حدش منهم بيرجع لورا، يا بموت يا بنتصر، ما عندوش اختيار آخر. فهم علي؟ الحاصل هلا السويسرا عملوا سلام داخلي في داخل الدولة، فاستطاعوا يبنوا، ما فيش مقاتلات بين البروتستانت والكاثوليك. في وقت معين الكاثوليك والبروتستانت حملوا السلاح على بعضهم وذبحوا بعضهم، يعني مو حكي فارغ، حقيقه حقيقه ذبحوا بعضهم. لبعدين قالوا لحد وين حنكمل هيك؟ يعني قريبا كان صار مثل سوريا مثل العراق، فعملوا دستور يضمن شو؟ انه الزواج مدني، علشان الكاثوليكي يقدر يتزوج بروتستانتيه، واللي يتزوج واحد بروتستانتي مش هيروح يقتل حماته او اخو مرته. فيعني انجبر يعملوا دم بينهم. ثانيا سمحوا لكل شخص عمره 16 سنه يغير دينه بالدستور. انت عايز تغير دينك؟ غير دينك. مش عايز تحضر دراسه دينيه؟ انت بعمر 16 سنه بتقول انا بديش احضر دراسه. بدك تطلق؟ بتطلق امام المحاكم، ما في كنيسه. حتى المقابر عملوها مدنية، مشان انت اذا صرت ملحد ما يرموكيش مثل الكلب. لا، في المقبرة تضمن لك انه انت تعيش بسلام. لهيك لما ضمنوا سويسرا السلام الداخلي، فبطبيعة الحال كل الناس حابين يستثمروا عندهم، وكل الناس حابين يحطوا فلوسهم في البنوك السويسرية لانه امينة. هم قالوا ليش هتلر ما غزا سويسرا؟ غزا كل الدول ما عدا سويسرا. تعرف ليش؟ لأنه أموال هتلر كانت في سويسرا، كيف يغزي أمواله؟ بقدرش. فهم علي؟ حد راح بروح يخرب أمواله في سويسرا؟ لا، سويسرا حاطة كل أموال هتلر والدول جميعها عندها، ما حدش يقدر يجي، لأنه إذا دخلوا حيخرب الصندوق تاعهم. فهم علي؟ فانجبروا يضمنوا لسويسرا السلام علشان يضمنوا فلوسهم. فهم علي؟ هتلر لو غزا سويسرا كان راح البنوك، وهو اول واحد حيخسر بالفلوس. والدول الغربيه نفس الشيء، قالوا احنا نعتبر سويسرا دوله محايده. فهم قضوا ضو على الحدود، كل الحدود بالضو، حتى يعرفوا فين الحدود، ما حدش يقرب على الحدود. الفرنسيين والانجليز والالمان دبحوا بعضهم. فاهم علي؟ والسويسريين نايمين، حاطين كم من جندي مشان يشوف اذا واحد غلط بالطريق يقولوا له روح طريقك، هاي الطريق من هناك مو عندنا، ممنوع. فعلوا عين العقل، يعني عين العقل. لو بعدين حطوا الجبال تاعهم كلهم عملوها انفاق، حتى الطائره تدخل داخل الجبل. فما تقدرش يعني، كله مسدود يعني. حتى اليوم كشفوا هلا الخنادق والدنيا والانفاق اللي عاملينها في الجبل، بيقول لك مثل الجبل السويسري، الجبل مليان ثقوب، فهلا مش محتاجينه. فشو صاروا يعملوا فيها اللي هذول؟ صاروا يعملوها اوتيلات. عملوها اوتيلات اللي عايزين يتفرجوا كيف كانوا عايشين زمن الحرب. هم ساكتين، بس كان اللي قرب علينا يا ويله. اولا فلوسه بتروح عليه، وثانيا احنا بندافع عن نفسنا، يعني احنا مو خايفين، سويسرا ما بخافوا المبادئ تاعونه. فهم علي؟ فلما انت ضمنت السلام الاجتماعي، كل الناس حابين يحطوا فلوسهم عندك، وكل الناس حابين يستثمروا.
وكل الناس حابين انك تيجي عندهم، صارت البلد جميلة. يعني هاي اخر هذا الاسبوع الماضي فتحوا اطول نفق في العالم تحت الجبال، 65 كيلومتر، ما عرفش كم طوله، اخذ سنين سنين سنين. لو كان في حرب كيف بدك تعمل ثقوب؟ في عندهم آلة 200,000 طن وزنها، 200,000 طن بتشتغل تفرم الجبل فرم مثل الجبنة، بتدخل الجبل هيك. كيف بدك تعمل هيك إذا ما كانش في سلام؟ والسلام بداية لازم يكون داخلي. إذا الأقباط والمسلمين بتقاتلوا، كيف واحد بده يروح يستثمر في مصر؟ إذا الشيعة الشيعة والسنة بتقاتلوا في العراق، مين بده يستثمر بالعراق؟ فاهم علي؟ فأنت لازم تضمن السلام، والسلام الوحيد إنك تعامل الجميع بالمساواة، ما حدش واحد حاس حاله مقهور. هلا تعرف في سويسرا 75% ألمان. سويسرا عدد سكانها 6 ملايين. 75% منهم بيحكوا ألماني. فاهم علي؟ 20% بيحكوا فرنسي، 4% بيحكوا إيطالي، 1% بيحكوا لغة رابعة. ما حدش منهم بيقول لا أنا مظلوم لأني أقلية. اللي 4% ما بلوم اللي عنده 75%، لا. وأصلا هم مجبورين يتعاونوا بالموازنة، إذا دولة مقاطعة أفلست لازم هذيك تدفع لها بالقانون. فهاي المشكلة، حتى هاي 1% في قومية صغيرة، 1% هدول عندهم لغة رسمية لكن ما كانش عندهم كتاب قواعد. الحكومة الفيدرالية دفعت لهم فلوس مشان يكتبوا كتاب قواعد. هلا في تركيا بقول ممنوع التركي الكردي، ايه القصة هاي؟ طب كيف بدك تعيش بالحالة هاي؟ هنا في البرلمان 4 لغات، الناس بيحكوا 4 لغات، ما حدش بيقول لك لا لا احنا ما نفهمك، انت حكي لغة ثانية، لا ما فيش. 4 لغات تحكي 4 لغات في البرلمان، القوانين كلها ب3 لغات رسمية، والرابعة يعني هي صغيرة 1%، قالوا نساوي كل القوانين، بس هي خليط ما بين الإيطالي والألماني والفرنسي، ما بيفهموا بعض. بس إذا واحد من 1% بده يروح يحكي بالبرلمان، حتى رئيس الدولة قبل سنتين كان واحد من هذا 1%، 1%. فأنت لما تصوت لما تعيش بسلام بين بعض ممكن تكون دولة وتصير أغنى دول العالم. هذا هو السر، مو كله يعني هم عندهم عقل كيف يتعايشوا كيف يحلوا مشاكلهم. طب أنا بدي أحكي لك قصة، أنا ومراتي كل يوم أحد نقعد على الطاولة مشان نصوت على القوانين، كل يوم أحد مو على قضية، على 5 6 7 قضايا، نفتح الأوراق، تقول لي يا سامي أنت شو بدك تصوت؟ شوف في تصويت الصوحات، الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني، وأنت شو بدك تصوتي؟ بتقول لي هذيك المرة أنا هاي الموضوع هذا أنا مش موافق عليه، بدي أقول لا، بس برضو بدي أقول آه. قلت له ليش بتقول لي آه؟ قلت له خايفين يحسوا حالهم يعني مظلومين، بدي أعطيهم واحد. ولو انا مش متفق معاهم مش عايز امسحهم، انا مش متفق معهم لكن بدي صوت لصالحهم علشان بدي معارضي. نتمنى هالروح هاي تكون موجوده عن شعوبنا للاسف. انا تعجبت يعني مرتي تروح بتصوت لواحد هي مخالفه له علشان تبقي في الحياه، تصور لها. وهي مش المره الوحيده اللي اسمعها من السويسريين، يعني انا اعرف واحد عجوز سويسري قال لي انا بصوت لليمين، هو يساري. قلت له ليه بصوت لليمين؟ كان خايف هذول يعني يحسوا حالهم مظلومين فبدي اعطيهم صوت يعني اهو. محبه برضه هذول اخواننا. مصر صار انتخابات سموها غزوه الصناديق، يعني غزوه الفرق غزوه. فاحنا عندنا في 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 فرنسا الحكومة عملت قانون تاع الشغل،
النقابات مش موافقة، فرضوا فرض على الشعب، فعملوا مظاهرات وضربات والدنيا كامت، فاهم علي؟ وكلف فلوس الله. احنا بسويسرا مستحيل هذا يحدث، لانه هو الشعب اللي بيقرر، فانت كيف حتضرب على شو؟ انت صوتت اخي، فاهم علي؟ انا رحت قلت له للوزير، يا اخي ليش هيك؟ ليه ما تعملوا مثلنا؟ قال والله احنا نيتنا نصير مثل سويسرا، بس وين نصال؟ كيف نصال مثل سويسرا؟ هنا ما بيمشي قانون الا اذا الشعب صوت عليه، او اذا حتى لو الحكومه اخذته ناس معترضين بيعملوا بيجمعوا امضاءات بيقولوا هذا القانون يحذفوه مش عايزينه. يحذفوه كل اسبوع، بقول لك كل اسبوع، كل اسبوع جلسه على مائده الاكل علشان نحطهم بالمغلف، بنحطهم بالبلديه ومنقرر على مستوى القريه، مستوى المقاطعه، ومستوى الحكومه الفيدراليه، ثلاث مستويات. يعني ما بخلوا شيء الا بروحوا صوتوا، مشان ايه؟ الشعب يكون راضي. وانصدر قانون، حتى احنا لما بعدين نسمع ثاني يوم الاخبار، في احنا ثلاث ارباع انا ومراتي كثير مرات 50% بنخسر، 50% نتصل، بس ما بنزعل، ما بنزعل انه والله خسرنا، يعني ماخذينها بروح رياضيه، كله مش مشكله المره الجايه بنربح. يعني بالضبط هو الانتخابات رأي الأغلبية، ويعني رأي الأغلبية اللي ما يأذي الأقلية، يعني يكون كله يعني هم عامة، يعني حتى ولو إنهم أخذوا على خاطرهم مجموعات مو راح يكسروا حد، ما يكسروا البلد ولا بيعملوا إضرابات، كل خلاص أهو أكثرية كملت هيك خلاص، ما في مانع بعد 5 سنين من عيد الكرة ممكن ننجح. انت تصور اخر اخر تصويت انه في ناس عملوا طلبية انه كل واحد سويسري اشتغل ولا ما اشتغل يحصل 2500 دولار معاش. اشتغل ولا ما اشتغل، تعرف الشعب رفض ذلك لانه بقول هذا بيعلم للكسل. يا سيدي اذا صار هالقانون هذا بعت عليه مشان اصير سويسري. تصور يعني عقليتهم هيك، عقلي يا اخي بدنا نعطيك 2500 فرانك لوجه الله، هيك قاعد ولا مش قاعد، تشتغل ولا ما تشتغل، 2500 الجميع، الشعب رفض. تصور العقليه لحد وين واصله عندهم، فهمانين، قالوا خلاص بكره واحد بيقول ما بدي اشتغل بعد صار 2500 وضل قاعد تحت الشجره باكل سكر ولوز. لا اخي هذا ما بتساوي بلد، ما بتساوي بلد، ما بتساوي بلد بالحاله هاي. يعني البلد الوحيد اللي بصوت لصالح الضرائب هم السويسريين. بقول لك ليه؟ بقول لك لانه الدوله بدها تعيش، ولا بتعيش من وين؟ اذا ما بتاخذ ضرائب معناته بدها تنقص الخدمات الاجتماعيه، معناته الجميع حينضروا، فتقول لهم بدكم تدفع ضرائب، بدنا ندفع ضرائب. غير دول لا بيعملوا فوضى وبقيموا الكيام اذا بتزيدوا عليهم الضرائب، هنا بتزيدوا الضرائب كلهم مبسوطين. لانه بشغل عقله كيف السلام الاجتماعي يبنى، مو كم عندك بترول او عندك ذهب او مناجم، لا كم عندك دراية في التعايش مع الآخرين، كنت 1% ولا 75%، ما في فرق ما دام انه القانون بيعامل الجميع بالمساواة، العدد ملوش قيمة. هم اليهود بيقولوا ما نقدرش نحل القضية مع الفلسطينيين لأنه المسلمين حيكونوا أكثرية ويأكلونا، فاهم علي؟ فلهيك بيقولوا احنا عايزين دولة يهودية. هنا بقول لك لا ما لهش معنى هذا الحكي، اذا بتعمل قانون للجميع بالمساواه مو واحد ياكل الثاني مهما كان العدد، مش مشكله العدد، مش مشكله ما دام هو القانون واحد بيمشي على الجميع على اساس المواطنه. دينك تاكل في تعمل تدين باللي تريده، ان شاء الله تعمل تعبد الكرد مو شغلتنا، بس المشكله انه المسلمين عايزين يبلعوا الدنيا واليهود عايزين يبلعوا الدنيا، لكن مش عارفين يعيشوا مع سوا. احنا هون لا 75% عايشين مع 1%،
مساواة، ما في مشكلة، لا هذا بجوز من هذا ولا هذا بجوز من هذا. طب أخي إحنا نتوقف هون، الله يهدي الجميع، إذا في أسئلة بنرد على الأسئلة. في أسئلة كثير بصراحة نبينا، هو يعني ما بعرف إذا بدك، الحلقة صار لها ساعة ونص، ف يعني إذا عندك وقت عندي بنرد. وقت، عندي وقت ولو يا أخي، ولو يا تمام أخي. تمام نبدأ بالأخ جانو، بعت لي سؤال عم بيقول جانا اتصال قبل. طيب خلينا نشوف الأخ فيصل. أخي فيصل تفضل. بس كنت بقول انه اليوم صارت مجزره، اخر مجزره واكبر مجزره في تاريخ المثليين في امريكا، مات 50 واحد و50 واحد ثاني راحوا المستشفى. هذه ثاني مجزره، ثاني مجزره كبيره، اول واحده صارت من 73 في نيو اورليانز، مات فيها 32 واحد حسب ما بتذكر. فانا لو الدكتور سامي الديبي يعطينا الحلقه الجايه عن حكم المثليين في الاسلام، عشان شكله اللي سواها واحد افغاني، فعلى الاغلبيه انه مسلم يعني. هي اليوم صارت فيصل؟ اليوم ايوه، انا لسه ما سمعت عنه بصراحه، يعني لسه ما شفت صارت في فلوريدا، قبليها كانت في نيو اورلينز، هذيك كانت 73، هاي اليوم صارت 50 واحد مات، هذه اكبر مجزره في تاريخ المثليين. 50 واحد. طيب شكرا كثير لك يا فيصل، وطب ونبينا رح رجاء يوضح ما هو الحلقه اللي عايزها القادمه. فيصل تفضل. حكم المثليين في الاسلام او في المجتمع. حكم المثليين، المثليين، هو بيتكلم عن مجزره ضد المثليين مش المسيحيين، المثليين. صح. اوكي. حنتكلم عن هذا الموضوع، حنتكلم، حنعمل حلقه عن المثليين في الاسلام. فتح عليهم نار، قتل 50 واحد، 50 واحد راحوا المستشفى. مثليين. يا نهار اسود، انا سمعت خبر بس ما كنت متاكد، ولكن يظهر انها عمليه ارهابيه ضدهم. في 20 جسد كانوا ملتزمين بعد ما فيصل دقيقه واحده بس، هي عمليه ارهابيه، ما هيك يعني؟ واحد افغاني عم تقول لي انه اللي هو اللي فتح النار على بس على 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 مثليين، على مثليين، على المثليين. صح ايوه، يعني عمل ارهاب ضد المثليين. اوكي، حنعمل حلقه مو القاضي، حنشوف، حنحدد حلقه عن هذا الموضوع. حقك يا اخي. اوكي ماشي فيصل، شكرا كثير لك اخي فيصل. اذا في عندك اي اسئله اخرى؟ لا شكرا، شكرا جان، وشكرا دكتور سامي. ماشي حبيبي، شكرا كثير لك حبيبي. ليه بحكي دكتور سامي مو النبي سامي؟ النبي سامي. فيصل انا ارجوك، يعني انت رحت على الخطوه، لكن المره الثانيه لن اقبل منك دكتور. هو نبينا وانا الصديق بتاعه يعني. شو دكتور، هذا كل الناس دكاتره عم انبياء، ممكن مو بلا حدا يعني انا سويت حلقه عن الدكتور هذا المقدم لرساله ماجستير كمان، يعني هذا كمان دكتور. ما بينفع. تفضل. في عندي سؤال من الاخ جانو عم بيقول، اليس عقوبه حق الرده دليل واضح على اكذوب الدين الاسلامي؟ بالتمام. حتى القرضاوي بذاته قال انه لو لحد الرده لكان اختفى الاسلام. قال بكل صراحه، بكل صراحه، انت تخاف من ايه؟ اذا عايز يدخل الدين حر، عايز يخرج من الدين حر، انت مالك فيه؟ اذا انت خايف، سؤال اسال نفسك، ليه الدوله بتحط حراس حول السجن؟ بتحط حراس حول تمنع الناس من الداخل، لانه بيقولوا لو احنا ما عملنا حراس كلهم بخرجوا. لو ما حطيت حراس حول السجن كل المساجين بهربوا، فمعناته الاسلام هو السجن. فبتحط حوالي حراس، رجال الدين، رجال السياسة والشرطة والدنيا، علشان تمنعهم يخرجوا. أم لو إن حرية بده يدخل، اللي بده يطلع. شو بعدين يعني؟ شو بهم؟ ما دام إنه ملوش أثر ولا أي أثر قانوني، الناس مش هتزعل، حرين. ما أنت لما بتعمل له أثر قانوني هنا بتغلبهم وبتغلب نفسك وبتخرب البلد. تفضل. بكل تأكيد. في عندي سؤال من الأخ بيقول هالو وورد، هو مسمي حاله على
على اليوتيوب عم بيقول: أهلا أستاذ جان، عندي سؤال للنبي سامي. عندما نتحدث عن الإلحاد نحن كملحدين نعني به اللادينية وليس الإلحاد بمعنى الميول عن الدين، ما رأي النبي سامي في هذا؟ إحنا عملنا حلقة كاملة عن مصطلحات ملغومة تكلمنا فيها عن الإلحاد، أظن أول حلقة عملتها معك أخي النبي جان. فأنا تعريف للإلحاد قد يختلف عن تعريف الآخرين، بس أنا بعمل تعريف لغوي. الملحد من يميل عن القطيع، من يميل عن الخرفان. فأنا على رأي المسيح ملحد، موسى ملحد، محمد ملحد، أنا ملحد، لأن أنا ما بتبع القطيع بهذا المعنى. هلأ أنا لا أرى مانع من أنك تكون ملحد مسيحي، ملحد يهودي، ملحد مسلم، أو ملحد لاديني، تحر. بس كلمة ملحد لا نعطيها فقط للاديني، وأصلا ما فيش حد لاديني، ما فيش حد، لأنه معنى الدين هو القانون. وهل شفت حد ما عندوش قانون؟ لا، كل الناس عنده قانون. هلأ مثل ما وضحت مرة أنه في إسرائيل مثلا المحكمة اسمها بيت هدين، يعني بيت الدين، بيت القانون. فالمحكمة بسموها بيت القانون. فيعني حتى الملحد، حتى اللي بيؤمنش بالله عنده قانون، فهو ديني، يعني يدين بشيء، ديدنه أو قانونه. الدين هو القانون، فليش إحنا نقع بالفخ اللي بهم كل؟ لا، حتى اللاديني إله دين، اللاديني عنده دين بس يختلف عن دين الآخرين، ولهيك هو ملحد. تفضل. بالضبط. وأنا بصراحة منقسم الفيديو هذا وعامل فيديو خاص تعريف الإلحاد، يعني تعريف اللادينية للنبي سامي، إذا بتدور على الفيديو موجود عنا. على كل، في عندي سؤال من مسلم سوبر، بيقول هو بصراحة مطول شوي، راح أقرأ النص. طيب سال، أنا راح أتصل فيه، خليك على الخط سال، راح أتصل فيه. عم بقول: إن كان بعض المسلمين أخطأوا في تطبيق الشريعة فهذا لا يعني أن الإسلام دين عنف. يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنده رجل وهو يبكي ونادم ويسأل على هل هناك توبة القتل، فقال رسول الله نعم. ثم جاء رجل آخر فقال للرسول هل هناك توبة القتل، فقال الرسول لا، وذكر له بعض آيات الترهيب وجزاء القتل. فسأل الرسول لماذا الأول قلت له نعم والثاني قلت له لا، فأجاب الرسول الأول أنه ارتكب القتل وندم، والثاني لأنه كان ينوي القتل. فالله عز وجل شرع لنا أحكام ثابتة مثل الصلوات الخمس وأعطانا. بصراحة أنا ما فهمت شيء منه، يعني على كل، أنا فهمت، أنا فهمت القصد داعه، أمل أني ما غلطتش بفهمه. شوف أخي، إذا أنت بتقول أنه الإسلام متسامح والإسلام ما في حد الردة، طيب ما ليش ما تروح عند وزراء مجلس وزراء العرب وتقول لهم يحذفوا القانون هذا؟ خلاص. ليه ما بتروح على الكويت وتقول لهم يا مجلس الأمة القانون تاعكم اللي احنا قريناه اليوم اللي مكتوب في قانونكم هذا مخالف للإسلام، خليهم يحذفوه. خلاص، روح عند الأزهر قول لهم كل الفتاوى اللي انتوا اصدرتوها لا مخالفة للإسلام، خليهم يحذفوه. احنا مو هنتقاتل هل الإسلام، بس هدول إخواني، هدول درسوا الإسلام، بعلموا الإسلام، بكرزوا الإسلام، بيعيشوا حسب الإسلام، بقتلوا حسب الإسلام، زي كل هذا غير الإسلام. هلأ في ناس بيقول لك لا ده داعش مش إسلامية. طب أنا بدي رجاء تعطيني شيء واحد داعش عملته ما عمله محمد، أعطيني شيء واحد، شيء عمل عملته داعش مش موجود بكتب الفقه، أعطيني شيء واحد ملوش أساس في القرآن وفي السنة. بعدين على رأس العين بنحكي، بس ده الهيلمة والضحك على الحياة، ما الكذب ما بيودي. احنا مو عايزين نلوم فقط دي. انا وضحت انه الإسلام المكي كان إسلام مسالم،
على الراس والعين وموافق، وطبعت القرآن بتسلسل التاريخ على هذا الأساس علشان الناس يشوفوا هذا إسلام مهضوم وهذا إسلام مش كويس. أما الإسلام المدني عنيف ما تقدرش تنكر، ومحمد لما كان قبل بمكة كان مسالم نوعا ما، أوقات كان حفوات مثل كل لقد جئتكم بالذبح، أوكي يعني نسميها هفوة لسان. بس بعد المدينة مش ممكن نقول إنه كان مسالم، كل الغزوات اللي عملها وكل الدمار اللي سواه في المنطقة كيف تسمي هذا مسالم؟ أما القرآن المكي أنا على رأس العين ما عندي مشكلة تقبل فيه، ما عندي مشكلة إيه؟ بس اللي طلب الأمر هذا إنه نأخذ بالقرآن المسالم المكي شنقوا محمود محمد طه الله يرحمه، شنقوا لما هم مكلم إنه إحنا عايزين الإسلام المسالم، الأزهر حط ضده حتى شنقوا. طب أنا أعمل لك إيه يا أخي؟ أعمل لك إيه؟ إذا أنت عايز تقنعهم بتقول لهم احذفوا القرآن المديني، واحذفوا كل الفتاوى، واحذفوا كل القوانين، واحذفوا القانون تاع المجلس وزراء العدل العرب، طب خلاص إحنا والله العظيم وأنت مش محلفني إني هعمل لك تمثال من ذهب، بطلب مني أكثر من هيك أم الشوكولاتة. شو بدك أفضل من هيك؟ بس حاليا احنا بنعيش بمصايب بهذا الوضع، فليش احنا نكذب على بعضنا نقول لا الاسلام مسالم الاسلام؟ لا اخي كن واضح في كلامك. كل الفقهاء مجتمعين انه اللي مرتد يقتل، تقول لي هذا مسالم ازاي مسالم؟ وين الحريه هاي؟ تفضل. طيب في عنا اتصال من الاخ سال، تفضل اخي سال. مساء الخير، تحية للأنبياء والأوصياء وتحية لنبينا العظيم سام الدين. تسلم. تحية لك يا أخي الفاضل، صوتي مسموع؟ أكيد صوتك رائع اليوم. لا اليوم صوتك واضح يا سيدي. يظهر أن النبوة نزلت عليك. أكد الخبر. طبعاً مرت الليلة الماضية إرهاب إسلامي آخر، كان قام أحد الكلاب المسعورة الإسلامية المسعورة أحد أتباع محمد بالدخول على نادي ليلي مليء بالإخوان والأخوات المسيين والمسيات، وبدأ يرمي النار عليهم بدون تفرقة. قتل ما يقارب الآن وصل لعدد أعتقد للسبعين، وكان ما هذا الشيء ما يعمل أنه بس يعني ينفذ أوامر النبي والمجرم وإله المجرم، يعني أنذر يعني كارثة إسلامية أخرى. أنا بدون ما أعرف ابن اسم الشخص عرفت إنه يعني تأكدت بداخلي إنه هذا الشخص مسلم عم بينفذ أوامر القرآن الكريم. سال اتصل فينا أخرى للإسلام. سال في اتصل فينا صديق من قبل ما تتصل أنت، اتصل فينا وقال إنه هو المجرم المنفذ العملية هي أمريكي من أصول أفغانية، فواضح الدوافع واضحة يعني. يعني أنا سمعت الأخ لما حكيت شفت مبار مش متأكدين، بس تعرف الويكند هذه الويكند يسموها برايد ويكند، احتفالات الأخوان والخوات المسيين والمسيات البرايد يو نو يعني الاسم يحتفلون بنواديهم وحياتهم وسياسه تأثيرهم بالمجتمع، فرفض الأخ المسلم إنه يحتفلونه وبدأ يقتلهم. فأجان يعني الإسلام هذا غير لا يعني لا له علاقة بالإسلام لا يحكون المسلمين، بس حبيت أتأكد يعني إنه جريمة أخرى من جرائم الإسلام ارتكبت الليلة الماضية. شكرا كثير لك سال. إذا في عندك أي تعليق نبينا؟ ايه حنعمل فعلا حلقة عن هذا الموضوع الشائك فعلا، لانه عالمنا العربي ما بعرف امتى حيخلص من هذه المشاكل. وانا على فكرة حضرت مؤتمر سابقا للمثليين في انجلترا، دعوني علشان اعمل محاضرة عندهم، انا لست مثلي ولكن دعوني، قالوا لي نحن متسامحين. فدعوني الى محاضرات لهم، وكنت معهم 3-4 ايام وسمعت لكل شكاويهم ولكل آرائهم ولكل متطلباتهم، يعني كنت مفتوح على 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 الرأي على وضعهم. ويجب ان نتفهم هذا الوضع، يعني مش ممكن نستمر في الطريقة هاي. اوكي
هنعمل حلقة، أعدك إن هنعمل حلقة عن المثليين في الإسلام. طيب خلينا ناخذ سؤال ثاني من الأخت أظن سهى، عم تقول نحن المرتدين عن الإسلام محاصرون من ثالوث إجرامي لم يشهدوا. طيب خلينا، في عندي اتصال وبعدين نرجع السؤال. أخي أحمد تفضل. ألو أحمد، أحمد معي؟ ألو. طيب يظهر الأخ أحمد ما عم يسمعنا. خلينا نرجع لسؤالنا، فعم نقول نحن المرتدون عن الإسلام محاصرون من ثالوث إجرامي لم يشهدوا المفكر الأوروبي في عصر النهضة الأوروبية. هذا الثالوث هو سكين المجتمع الفاشي وكلاشينكوف الإسلاميين، والعامل الثالث هو تضامن غريب بين اليسار الغربي وسيف الإسلام. نحن محاصرون مهددون في الداخل وفي الخارج، كيف المفر؟ ايوه فعلا فعلا. يعني انا قبل كم من يوم وصلني رساله من واحد من وطن عربي، مش هذكر الدوله تاعته، هو طالب انه يجي لسويسرا، طالب يجي لسويسرا لانه بقول لك الوضع مش معجب. هو تابع كل الحلقات تاعونك اخي النبي جان والبط الاسود، وطفران حياته هناك. وفي الواقع يعني ما بعرف ما هو المفر، ما هو المفر، هل هو المفر لأوروبا الغربية؟ وهي بذاتها قالت الأخت سهى إنه هنا محاصرين حتى في الغرب، وذكرت وضع هذا الأخ الصديق اللي كتب كتاب لتي إن فوا الإسلام، اللي في الشركة في فرنسا بتشغله، ترفض تشغيله، فيعني محاصرين فعلا. واللي بيغيروا دينهم، اللي بيتركوا الإسلام أو بيجوا هنا علشان بيتركوا الإسلام، مهددين بالقتل من المسلمين بذاتهم. وحتى اليسار الغبي الغربي بساند المسلمين لأسباب الله يعلم إيه، ربما هو الغباء أكثر من غيرهم. فما هو الحل؟ أظن يعني أظن إنه لا يحق جلدك إلا ظفرك. يعني لازم إحنا اللي بياكل العصي مش مثل اللي بعد فيهم. إحنا بناكل العصي. أنا بطبيعة الحال ما بقدرش أقول إن باكل العصي، ولو إنه يعني مو سهل موقف وضعي، مو سهل وضعي، لكن يعني ما بقدر يعني اعتبر حالي بوضع واحد من السعودية او واحد من مصر او واحد، لا، او واحد من ليبيا، لا. بس يعني احنا ألم واحد، احنا ألم واحد، ولهيك يعني مجبور احكي، افرض على نفسي اني احكي. واعمل تقريبا هلا تقريبا كل اسبوع قاعدين نعمل حلقة مع الاخ جان، وعملنا سابقا مع البط الاسود. هلا ما هو المفر؟ انا في الواقع بطالب الغربيين إنهم ياخذوا نصف أرض السعودية ونصف طرواطة ويعملوا محمية دولية. هاي الفكرة هلا السيد القمني أعطى محاضرة في بروكسل أظن قبل كم من يوم، قال يا ناس إحنا عايزين الاستعمار يرجع، يا ناس إحنا بنطالبكم إنه مين اللي حاب يستعمرنا، عايزين نرحب بيه، تعالوا عندنا، احنا عايزينكم علشان نخلص من الإسلام. فقال بكل صراحة، انه احنا بنرجوكم تعودوا لنا كمستعمرين وتستعمرونا من جديد. حتى واحدة سودانية استاذة جامعية قالت انه في زمن الانجليز كان تعرف تصحح ساعة تاعتك على القطارات في السودان من الدقة تاعتهم. هل خربت البلد واللي فيها منيح؟ فهي طلبت انه بعودة الاستعمار. هلا هو هي شو بتقول؟ هلا اذا عندك انت يعني فريق رياضي تستاجر احسن اللاعبين، مش مهم يكون جنسيته. هلا فرنسا نصهم اجانب، بس بتستاجر افضل اللاعبين. هلا شركة في سويسرية ما بتاخذ بالضروره رئيس
الشركة يكون سويسري، هو أكثر واحد ممكن يقود الشركة بتجيبه. هلا مثلا اللي الرئيس الكبير تاع أكبر شركة شوكولاتة في سويسرا هو بلجيكي، هو بلجيكي وبعطوه معاش الله، تعال يا أخي مش مهم. فلهيك إحنا الدول العربية ممكن نقول للغربيين تعالوا يا ناس، اللي بيدفع اللي بيعطينا أفضل شروط مستعدين نخليه يستعمرنا، يعني نجيبه يلعب عندنا، يجي يلعب يقود شركاتنا ويقود الأوضاع. عندي صديق، عندي أصدقاء ليبيين من وقت لآخر لما بيتكلموا عن الزمن الإيطالي في ليبيا، لما بيتكلموا عن الإيطاليين بقول إخواننا الإيطاليين، إخواننا الإيطاليين، لأنه إخواننا الإيطاليين كانوا عاملين فعلا مستشفيات وكليات وبنايات حلوة ومثل هيك، ما عملوا الخراب اللي عملوه بعدين أهل البلد اللي بصير اليوم. بلاد كلها فشلت لو إنه إيطاليا استمرت باستعمار ليبيا. هلا انت عارف انه فرنسا خلصت من الجزائر، منيح اكيد عندهم اغلاطهم، بس هلا صار في طلاق بين فرنسا والجزائر، بس الاولاد يظهر عليهم راحوا عند فرنسا. الاولاد الجزائريين ايه، هلا لو تفتح ابواب بالجزائر ما بضلش فيهم جزائري الا بروح على فرنسا. لكم يا اخي انتم ما كنتوش بدكم ايانا، ليش جايين عندنا؟ شو جابكم عندنا؟ لا احنا بدنا نروح عند ابونا. فاهم علي؟ فامهم الجزائر بتركوها بروح عند ابوهم الفرنسي. ف يعني انا اخر الامر بقول هو المهم مين اللي بيقود البلد افضل. هلا انا رايي انه السعوديه 5 مرات فرنسا أرضية جغرافيا وثروتها هائلة، لكن هم كم من واحد مجرم اللي بيستولوا على الأموال، بعض أمراء سرسري. فأنا أقول يا أمم متحدة يا غربيين، وآخر الأمر حتصير، اسمع مني يا أخ جان، المثقف يجب أن يرى على مسافة 10 سنوات على الأقل، يجب أن يرى على ما، ولا هو مش مثقف، النبي يجب أن يرى على مسافة، مثل زرقاء اليمامة يجب أن يرى على مسافة 10 سنوات. وأنا بقول لك من هون 10 سنين هذا اللي حيصير، احتفظ باللي قلت إياه، إنه يحتلوا نصف السعودية ويعملوا محمية دولية، وهناك يمشوه على قوانين حقوق الإنسان وعلى شريعة محمد، وكل المسلمين اللي مش عايزين يبقوا في بلدهم يجوا هنا، وأنا متأكد 3/4 السعوديين هروحوا هناك، هم بذاتهم هيروحوا هناك، ولا الوحيد اللي حيرقص هو الملك سليمان، حيهز البطن لحاله، فهم علي؟ لأنه ما حدش حيبقى. حتى واحدة ملحدة سعودية قالت لي والله فكرت بالموضوع إنهم يعملوا نص السعودية للملحدين، يعطونا نص السعودية. وأنا أظن ممكن نطالب بهذا، لأنه السعوديين هم كلها يعني ما أعرف 20 مليون، انكثرت عندهم أرض 5 مرات مثل فرنسا، عندهم أموال الله، حق التضامن 57 دولة إسلامية، المواطنين مش عايزين يعيشوا فيها، مش عايزين يعيشوا فيها. طيب ناخذ نص السعودية ونعمل دولة حديثة، نعمل دولة حديثة اللي كل مسلم مش عايز يحطوه هناك تحت إدارة دولية، نعمل لهم جامعات ومدارس وشوارع، حتى إيش، حتى السوريين المتعلمين ما يهربوش لأوروبا وتخلى البلد، يروحوا يعمروا البلد، والله بيسووها جنة مثل إسرائيل، مثل اليهود عملوا جنة في فلسطين، كمان يعملوا هنا جنة ليهم، ليش لا؟ في 57 دولة كل مواطنهم عايزين يهربوا، وكلهم بيقولوا لا روح على أوروبا. أخي أوروبا مش ممكن تقبلكم كلكم بالعقلية تاعتكم، مش ممكن، لأنه عندكم فيروس تدمير الذات وتدمير الآخرين بسبب القرآن. حتى تتخلصوا من القرآن ممكن تصيروا بشر، ممكن تصيروا على الله تصيروا بشر، فليك لازم نحطكم في 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 منطقة محمية دولية، مثل ما عملوا بيروق بأستراليا. أستراليا كانت إنجلترا كل المجرمين توديهم على أستراليا حتى صاروا بشر،
حتى صاروا بشر. 70% من المساجين بفرنسا أخي هم مسلمين، وأكثرهم متعصبين دينيا، ولما يخرجوا من السجن حصيروا إرهابيين. فهتعمل فيهم إيه؟ خلاص خد كل هدول المساجين حطهم في السعودية في المحمية هاي تاعتهم، خلاص مثل ما عملنا بأستراليا. أولا أقل تكاليف، أقل تكاليف سجن، وثانيا أنت بدل ما يصيروا إرهابيين بصيروا بشر. وبعدين ثقفهم، تعلمهم، درسهم، يعني مو تستعبدهم، مو تستعبدهم، لا سويهم بشر، غسيل مخ بالتمام، غسيل. وانا مستعد اتبرع بكم من سنه من حياتي الباقيه اروح اعلمهم، يعني اذا حابين. بس ما في حل اخر، انا مش شايف شو حل اخر. هتقولوا لي انت بتحلم ولا شو؟ مين حياخذ نص السعوديه؟ احتلال عسكري اخي، احتل احتلال عسكري نص السعودية ونص ثرواتها، احجز على كل أموالهم واعمل محمية دولية حط فيها لكل التعساء المسلمين اللي مش عارفين واحد وين، بدل ما يروحوا يقطعوا البحر الأبيض المتوسط، أول ما يقطعوا الحدود الليبية تحطهم بالباخرة بتوديهم وين؟ على المحمية. كل السجناء المسلمين الموجودين في فرنسا تحطهم بالباخرة بتوديهم على المحمية الدولية وخلاص، وحللنا المشكلة. وكل الملحدين وديهم على المحمية الدولية، فاهم علي؟ وكون دولة حديثة، فعلا حديثة، بلا خرافات محمد وبلا شريعة محمد، وكلهم يمشوا على شريعة حقوق الإنسان. هاي يقولوا لي لا أنت مجنون، إزاي أنت تروح تسرق بيت جارك مشان تحل قضيتك؟ لا هدول إخواني، هدول مسلمين، لا هدول مو بيتك، مو بيت الزعران اللي بيسيطرون على السعوديين، مو بيت الزعران ده. السعودية فيها فقراء الله، ايه وفلوسهم قاعدين كان بروح بوزعوا فيها كراهين، واحنا شفنا الكراهين اللي بيوزعوها ما بتسواش مليم، الكراهين اللي بيوزعوها حتى ما بتعرف وين موسى مكتوب، ما حدش فيها فهرس، كلام فارغ. مثل هذاك بيقول ما اقدرش استعمل القرآن بعيد عنك مشان امسح مؤخرتي لانه وراكو بلاستيك، فاهم علي؟ لا انا ما بصل لهاي الدرجه للتفاهه، بس يعني فعلا الطبعه تاعتهم ما بتسوى، كل فلوسهم صارفينه على الديانه. هذيك اليوم شفت قاعدين بيدفعوا فلوس لمراكز دراسات اسلاميه في هارفارد في اوكسفورد في غيره وغيراته، يعني قاعدين بيسيطروا على العقليه الغربيه، فيعني عايزين يجيبوا الفيروس للغرب، الفيروس في الغرب. لا اخذ نص السعوديه، اخذ نص اموال السعوديه وكون دوله حديثه، وضع فيها كل اللاجئين المسلمين، مش عايزين يبقوا في الدول وديهم هناك. هذا الحل، ما شفتش غير حل اخر. بس احنا هروب للغرب، ما اظن انه هذا الحل، لانه الغرب مش ممكن يقبل الجميع. هناك 100 مليون لاجئ حيتركوا الدول العربيه والاسلاميه، 100 مليون. معقول انه الغرب يقبل 100 مليون؟ مستحيل، الا اذا عايز ينتحر، الا اذا عايز انت، مش ممكن ينتحر، مش ممكن يقبل ينتحر. فاحنا نكون نشطين في المناطق اللي احنا موجودين فيها، ونطالب بتكوين محميه دوليه لحمايتنا جميعا. ممكن بعدين المنطقه هاي المحميه نصها تكون للملحدين ونصها للاخرين اللي لساتهم عقلهم ناشف، علشان ننظف لهم عقلهم بعدين يعني بنجمعهم. هذا رايي، هذا رايي، ما اعرفش اذا غيري عنده راي اخر. اهو تفضل. وانا بما اني صديق اصدق كلامك وايدك، ويعني اشد على ايدك يا نبينا، بالفعل لازمنا محميه دوليه حتى يعني المساكين هذول الموجودين، يعني تطلع اقل شيء دوله حديثه، يعني 10,000 اخي غيركم في البحر الابيض المتوسط السنه الماضيه، 10,000. هل هذا معقول؟ هل هذا يتفق مع الانسانيه؟ هل هذا يطبق مع الإنسانية؟ 10,000 طفل ومرأة ورجل ولا شيء، شو هدول ما عندهم مش أهل؟ ما عندهم مش أهل يبقوا عليهم؟ ما عندهم مش أمهات؟ ليه ما بتاخذهم أخي؟ تاخذهم أخي، أنت ليبي مش عايز تعيش بليبيا؟ بنودي لك باخرة بالسلامة من أجمل البواخر، من أريح البواخر، مو الخربانات هدول اللي بغرق ثاني يوم. وين؟ على السعودية، المحمية في السعودية. احنا حنسميها المحميه الدوليه للسلام، فاهم علي؟ ونحطهم جوا ونبني لهم شوارع ونشغلهم، لان هذول قاعدين بالحدود مقطعين، يعني حدود المساكين اللاجئين بين 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 ايطاليا بين
بين اليونان وبين مسيدونيا، مسيدونيا. ليش هدول؟ فين منهم مهندسين، منهم اطباء، منهم بيطريين، منهم ليه ما بتشغلهم؟ ايه خليهم يصوتوا، افتحوا طرقات، ازرعوا، ابنوا، شغل عقلهم بدل ما يفكروا دائما الله الله الله. حتى هناك امنع الصلاه 5 صلوات وامنع الاذان، لانه هذا خرب بيوتنا. اشتغل، بعد ما تشتغل بنفكر الله بعدين فاضي للقرقره والحكي الفارغ. تفضل. بالضبط، انا بتشكرك كثير نبينا، وصار ساعتين يعني، مشان كمان الحلقه صارت طويله كثير، ما نطول عليك كمان. أكيد. شو العنوان تبع الحلقه القادمه اذا في اقتراح؟ الله اذا ما في ممكن اجله ل ايه الاقتراح القادم نعمل شو؟ اوكي. الولاء والبراء. الولاء والبراء. ايوه، الولاء والبراء، لان انا كتبت كتاب في هذا الموضوع، الولاء والبراء عند المسلمين، ايه معناته هذا الامر؟ هيكون هيك حلقه انا درستها بالكامل، مثل الحلقه هاي برضو، واللي بعدها حنعمل عن المثليين. عن المثليين، تمام. بعد ذلك، بعد، اما اذا علشان هلا يظهر متازم الوضع، اذا انت عايز نتكلم فقط نبدا عن المثليين بسبب اللي توفوا هدول، نعمل الحلقه القادمه عن المثليين في الاسلام. تمام، اللي بريحك نبينا. لا مو يعني برضه هناك ناس هلا مظلومين مش عارفين كيف يساوون، وموضوع شائك جدا وضروره نلقي الضوء عليه. يعني انا لا ليس عندي المفتاح السحري لهذه القضيه، لكن لابد انه واحد يتعرض له. فخلي الحلقه القادمه عن المثليين. تمام نبينا، حسب طلب احد المستمعين ولا هذولا. ايه المثليين في الاسلام في الحلقه القادمه. تمام نبينا، شكرا كثير لك، واذا في عندك اي كلمه اخيره تريد تقولها بهالحلقه هاي. انا بدي اشكرك على استقبالك لي، بعرفش لسادس او سابع مره، واشكر جميع المستمعين، وارجو الجميع انه يضعوا هذه الحلقه والحلقات الاخرى على كل صفحاتهم الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. الدال على الخير كفاعله، وما ما لها فايده اذا واحد فقط بيعمل حلقه وما حد بيسمعها، ما في فايده. فارجوكم انكم توصلوا الصوت لاكبر عدد، اطلبوا من كل صديق لكم يعمل لخمسين واحد، وكل واحد 50 واحد، هلا صاروا 10 ملايين، بنصير من ضاهي قناة الجزيرة. حتى CNN كمان. ايه بالتمام. انا بتشكرك كثير نبينا، وطبعا انا بضم صوتي لصوت نبينا بما اني الصديق بتاع نبينا. فيا شباب ارجوكم يعني خلوا الفيديوهات هاي، لانه بالفعل محاضرات قيمة نبينا سامي عم يعطيها، وحرام تروح هيك. وبنتمنى تصل لأكبر عدد من الناس تسمع وتوعى، بلكي هالعقول تتنحنح وتفكر يعني. طيب ده نبينا، أنا بشكرك كثير، وأصدقائي إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء أخي الفاضل. إلى اللقاء.